رقية السحر من موقع الله الشافي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فواقع الحق وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قالوا يا موسى إما
منهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 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 وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله 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 إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إن هؤلاء متبر ما هم فيه متبر ما هم فيه وباطل وباطل ما كانوا يعملون ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون وحبط ما صنعوا فيها وباطل 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 ما كانوا يعملون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وما يبدئ الباطل وما يعيد ويمحو الله الباطل ويحق
حق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة